طبعا نواصل دائما أبواب فقه البيوع من كتاب ترغيب السالك في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة المقرئ الفقيه إبراهيم بن محمد السهاوي رحمه الله. إن شاء الله هذه الليلة لعلنا نكمل أبواب فقه البيوع، وأحيي الكلمة إلى الدكتور في الفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 36، الدرس 36 من قراءة ترغيب السالك في الفقه على مذهب الإمام مالك للعلامة إبراهيم بن محمد السهائي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب 15 من الربع الثالث، وهو ربع البيوع. قال رحمه الله: باب في الجعل وإحياء الموات. باب في الجعل أي باب في بيان أحكام الجعل، أو باب في بيان أحكام الجعل، وهو ما يجعل من أجل عمل ما، يعني أنه يطلب شخص من شخص آخر أن يعمل عمل معين ويجعل له جعلا على ذلك، وتدخل فيها حكاية نحن شيلبيلة تدخل في الجعل. وأما إحياء المواد وهي إحياء الأرض المواد، وسوف تأتي أحكامها بإذن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والجعالة جائزة. نعم. قال: والجعالة جائزة، يعني وصحتها، يعني تكون صحيحة بالتزام من يصح بيعه. اكتبوها خير، هذه مهمة جدا حتى نفهم ما معنى الجعالة. لأنه نفرض مثلا واحد مثلا ضاع له بعير، وقال: من رد لي بعيري أعطيته مثلا مليون. ويحكوا فيها الناس ولا يكتبوا فيها في فيسبوك، وجاء لقى واحد بعير وجابه ما يعطيه والو، ما عندوش حتى حق، لأنه لمن سمعه، مش لمن حكي له، لمن سمع قوله، لمن لم يسمع قوله لا دخل له في الجعل. قال: والجعالة جائزة أي ماذا؟ يعني تكون صحيحة بالتزام من يصح بيعه وإجارته، يعني من الذي له الحق أن يقول أنا جعلت كذا؟ من الشخص الذي يصح بيعه وتصح إجارته؟ ونحن من الذي قلنا أنه يصح بيعه وإجارته؟ وهو المميز الذي أذن له سيده، يعني أنه أمضى له سيده ما يقول، أو البالغ غير المحجور عليه. قال: وصحتها بالتزام من يصح بيعه وإجارته جعلا معلوما، يعني يجب أن يكون جعلا، الجعل هذا معلوما يستحقه السامع بتمام عمل جوعل عليه. مش يدير نص العمل اللي يقول واعطيني نص وناني بطلت باش نحبس بتمام. وطبعا هذه عندها أحكام حتى هي، لكن سوف تأتي. بتمام عمل جوعل عليه، هكذا تكون الجعالة جائزة وصحيحة. نعم. قال رحمه الله: والجعالة جائزة في رد الآبق، يعني العبد الآبق، العبد الهارب. فإن قال سيده مثلا: من يأتيني بعبد الآبق الهارب فله كذا وكذا، هذه الجعالة. نعم. ورد البعير الشارد. نعم. وحفر البئر، يعني من يحفر لي بئر فيه مواصفات معينة وأجعل له كذا. نعم. وبيع الثوب. نعم، يعني أنه من يبيع لي هذا الثوب أعطيه كذا وأعطيه كذا. نعم. وفي غيرها، أي في غير هذه المذكورات. قال: في كل ما جازت فيه الإجارة، بخلاف العكس، يعني بعض الأشياء تجوز فيها الجعالة لكن لا تجوز فيها الإجارة، لكن في كل شيء تجوز فيه الإجارة فتجوز فيه الجعالة، فليس كل ما جازت فيه الجعالة جازت فيه الإجارة. نعم. قال رحمه الله: ولجوازها شرطان، يعني لجواز الجعالة شرطان. طبعا الأبواب هذه تصبح سهلة، يعني حتى في تصورها سهل بالنسبة للأبواب الأسابيع الماضية. نعم. ألا يضرب أجلا، لأن ذلك مما يزيد في غرر الجعل، يعني لا يضرب أجلا، يعني ما يقولوش مثلا اللي جاب لي الذي أتى لي ببعير هذا الأسبوع أعطيه كذا، والذي فات هذا الأجل لا أعطيه شيئا،
هذا من شرطه ألا يكون فيه أجل. نعم. وألا يشترط النقد. أما لو نقد من غير شرط فذلك جائز، يعني ألا يشترط عليه، لا يشترط عليه في الجعل، فإنه يا أخي فهمت شو معناه النقد ولا لا؟ الساعة أنا قاعد نتكلم ونقول معناها أن نقول وقته لتو، أن ينقد له الآن، يعني مش مقصد أنه يتفهم عن جهل نقود، لا هذا أمر لا إشكال فيه، يعني ألا يشترط النقد الآن، يقول له مثلا من يحفر لهذا البئر بكذا، يقول له هو تعطيهم لتو نبدا نحفر لك بشرط إذا ما تعطيهم ليش ما نحفر لكش، هذا لا يجوز. لكن إذا قال له أنا موافق وهو أخرج وأعطاه الفلوس، ولا قال له هو إذا ماذا بي تعطيني خير، ماذا بي تعطيني قبل وما نقدرش وكذا واني كذا، يقول له هو لا خلاص، يقول له أعطاه هو من طيب خاطر، أعطاه هو من طيب خاطر فلا إشكال في ذلك. المهم أنه لا يشترطان النقد، هذا هو المعنى. نعم. قال رحمه الله هذا هو الجعل، هذا الجعل. الآن نأتي إلى إحياء المواد. نعم. وإحياء مواد الأرض السالم من الاختصاصات جائز، يعني أنه ليس فيه وجه من وجوه الاختصاصات. قال ما فيه وجه من وجوه الاختصاصات فلا، كالعمارة وإن اندرست، يعني مكان، هذا المكان رأى ذهب هذا الشخص ليحيي مواته وإذا به بقايا عمارة، يعني ماذا يقصد بعمارة؟ ليست بطيمة، يعني بقايا بناء، بقايا بناء، والبناء هذا العمارة بشتى أنواعها، ممكن حتى تكون مثلا أشياء كما نقولوا نحن، كيفاش يقولوا نتاع واحد كان ساكن في بلاصة وعنده غلم ورحل، المراح حتى ولو كان مثلا مكان هذا معروف أنه يسكن فيه شخص ويذهب ويرجع. طبعا وسوف تأتي التفصيلات أنه لا، إحياء المواد تكون إلى أماكن بعيدة، لا تكون قريبة من العمران، قريبة من العمران، وإلا فإنها تحتاج إلى إذن الحاكم. نعم. وإحياء موات الأرض السالم من الاختصاصات جائز للمسلمين مطلقا، يعني مطلقا يقصد بجزيرة العرب وغيرها، لأن الذميين لا يستطيعون أن يحيوا الموات في جزيرة العرب. نعم. وللذميين بغير جزيرة العرب، طبعا هذا ولو بغير إذن الإمام فيما بعد عن العمران، هذا هو الأصل، أن إحياء المواد فيجوز فيما بعد عن العمران، وطبعا بعد العمران وقربه هذا يعود للحاكم، أو يعود للحاكم، ما يجيش واحد يقول لي أني بعدت بكيلومتر ولا بزوز ولا بخمسة ولا بستة أني بعيد، لا، هو الأصل أنه يكون بعيدا ويملك ذلك المواد من أحياه. طبعا إذا أحيا هذا المواد فإنه يملكه. طبعا تأتي ما معنى إحياء المواد في الأقوال الجاية إن شاء الله. نعم. ويفتقر الإحياء إلى إذن الإمام فيما قرب من العمارة لا ما بعد، يعني ما بعد الأصل فإنه لا يحتاج إلى إذن الإمام، لكن إذا بعد والإمام منع إحياء المواد لأي مكان هذا أو أمر خاء هذا أمر زائد زاده الإمام، فله ذلك أن يزيد بعض الأشياء ليرى في ذلك مصلحة، وإلا فإن الأصل ما بعد على العمران فإنه من أحياه فهي له. نعم. فلو أحيا شخص من غير إذن الإمام فللإمام إمضاؤه، يعني أن الإنسان إذا أحيا بغير إذن الإمام الأصل هذا ماذا؟ فيما قرب من العمران فللإمام إمضاؤه، يعني فالإمام إجازة ذلك، وله جعله متعديا. نعم. ونحن الحمد لله وهذا الأمر عندنا موجود حتى في القوانين اللي عندنا، أنه أغلب الناس أري من باب إحياء الموات، وإلا فإنهم يعتبرون الأرض أنها ملك للدولة، وبعدها يديروا الامتياز ويديروا هذه الأشياء، هذا داخل في ماذا؟ في باب الإحياء، في باب إمضاء الإمام للإحياء. نعم. وله جعله متعديا فيعطى قيمة بنائه منقوضا، طبعا هذه نحن ما عندناش، هذه يروحوا يهدموها ويروحوا يخلوه، يقول لك فيعطى قيمة بنائه منقوضا، وهو قول ابن القاسم، ولا يبعد إعطاؤه قيمته قائما لأجل الشبهة، وهو قول ابن أشهب. يعني ما معناه؟ معناه يأتون إلى البناء لما لا يجيزونه على ذلك المكان الذي بنى فيه، فإنهم يذهبون إلى ذلك المكان ويقومون هذه الأشياء التي بنى بها ويدفعون له حقه،
وثم يخلونه، وممكن يتركون البناء تابع للدولة أو لما تراه الدولة. هذا على قول ابن القاسم وابن أشهب يرى أنها يقوم على أنه بناء قائم لا يقوم على أنه منقوض. نعم. ويحصل الإحياء. الآن نأتي بماذا قلنا نحن إحياء الموات، بماذا يحصل الإحياء؟ كيف نعلم أن نحكم على أن هذا فلان قد أحيا هذه الأرض؟ ويحصل طبعا هو الإحياء أو يكون ليس لها وجه من وجه اختصاص من الاختصاصات، يعني الناس تروح للأراضي ويتعاركوا عليها ويقول لك لا راه الله وحيتها، راه يجب أن تكون أرضا لا مالك لها ولا شبهة في ملكها، مش يروح واحد للأرض كما نقولوا نحن نتاع مليها وملفين يتخصبوا عليها ولا غيرها يقول لك أنه هو اللي أحييتها. نعم. ويحصل الإحياء بتفجير ماء، يعني كأن يفجر فيها، يعني أن يحفر فيها بئرا أو يفتق فيها عينا، يعني هذه فإنه إذا حفر فيها بئر، وطبعا قبل يفرقون بين حفر البئر للماشية وحفر البئر للناس، يرون أن الحفر البئر للماشية لأنه قبل كان أماكن يربش لها شوي بركة يدور لها شوي تولي يقدر يشرب منها الغلب، هذه لا تعتبر في حفر البئر، بل هو يقصدون حفر البئر للإنس. نعم. أو إخراجه، يعني إخراج الماء الغامر فيها، يعني مثلا تكون كاين بئر قد غمرت وهو ينقي هذا البئر ويستخرج ماءها. نعم. أو البناء، أو إذا بنى في هذه الأرض. نعم. أو الغرس، أو إذا غرس في هذه الأرض، ليس زرع، غرس في هذه الأرض، يعني غرس أشجارا وغيرها. نعم. أو الحرث، أو الحرث يعني أو الزرع، هذا هو المعنى. نعم. أو كسر الحجارة، نعم، أو أنه ذهب وكسر الحجارة وكما نقول نحن يريق الطبة ويخدمها وينظمها، فهذا إحياء للمواد. قال ولا يحصل الإحياء بالتحويض ولا برعي الكلع ولا بحفر بئر الماشية، يعني واحد يقول له مراني واحد العام كنت نفل هنا ولا راني فلت هنا، وهذا تحصل يعني للأسف تلقى بعض الناس يخلوا الناس يفلوا في الأرض نتاعهم كي يفل فيها واللي يحكمها، لذلك لأنه في الحقيقة أكل الكلاء لا يعني أنك أحييت مواتا، لأنه قلنا لا يحصل إحياء بالتحويض، يعني واحدة يبدي يديرها في الأرسام يرقلها في الأرسام هذا لا يعني أنه أحياها، أو أن يرعى فيها الكلاء هذا لا يعني، ملف يصرح فيها هذا لا يعني أنها ملكه، وأيضا أن يحفر فيها بئر الماشية، تجد بعض الأماكن كي نقول إحنا ينص منها الماء هو يجمعها ويضع يجعلها بئرا حتى تشرب منها الماشية، هذا لا يعني أنه أصبحت ملكا له. شو يعني كتب كلام هنا عند الملكية خلي نقرأه لكم. قال ولا يجوز اتخاذ منزل فوق المسجد، ولا يجوز اتخاذ منزل فوق المسجد ولا إخراج، نعم، ولا إخراج الريح فيه عمدا لغير عذر، يعني أنه الإنسان أنه يخرج الريح في المسجد من غير عذر فإنه لا يجوز له. قال ولا المكث بالنجس فيه، ولا يجوز المكث بالنجس فيه، مثل ماذا؟ ممكن واحد يدم دم. نعم، مثلا واحد عنده الدم باش يروح يعيره ويضرب على الجمع يقول خليني نقيل فيه، نقيل فيه طبعا الا لضروره، تسمى نحن نتكلم على الانسان الذي لا يحتاج الى شيء. الان اذا كان انسان اضطر انه باش يوصل للصلاه ويدخل الصلاه يصلي ويضعها في مكان انه لا حتى انه او يستطيع حتى يصلي بها اذا لم، لانه لا اذا كان اضطر الى ذلك او يستطيع يصلي بها اذا اضطر، يعني نحن ما نتكلموش على الناس المضطرين او غيرها، نتكلم على ناس قاعده ما يقول لك حد شيء يخلي بركة أو ما كاين والو، لا، أنه لا يخرج الريح إلا لعذر، ولا يمكث في المسجد بنجاسة إلا لعذر، يعني من غير عذر لا يصلح، ويكره البصق في أرضه بأرضه وتعليم الصبيان فيه. هم في الحقيقة لماذا على قضية الصبيان؟ على قضية التشويش، على قضية التشويش فيه. الآن هكذا انتهى هذا الباب وهو باب في الجعل وإحياء المواد. نعم. طبعا قال ويكره تعليم الصبيان والبسط فيه، يعني مش يحرم أنه يحرم لأن المسجد هذا ما فيه والو، ما فيش ما كانش فيه تدريس القرآن للأولاد، المسجد وقيل ممكن يكون الوحيد في المساجد المعتبرة، يعني
معتبره ان المسجد الوحيد ما فيش الاولاد. هو الاصل انه لازم يقوموا كانش يعلموا الاولاد لانه الاولاد ضاعت. الاجاره كملناها وصلنا الوقف. نعم. قال رحمه الله: باب في الوقف، يعني باب في بيان احكام الوقف. الوقف هو ان هو الوقف هو الحبس، ان تحبس شيئا، تحبس شيئا لا تنتفع به انت ولكن سوف تاتي احكامه، يعني انه كيف يفعل. نعم. قال رحمه الله: وللوقف اربعه اركان، يعني حتى يكون الوقف هذا صحيح يحتاج الى اربعه اركان. الركن الاول، الاول الواقف. نعم. ويشترط ان يكون اهلا للتصرف في الاموال، يعني اول شيء هذا الذي سوف يوقف هذا الوقف يجب ان يكون اهلا للتصرف في الاموال. اما من ليس اهلا للتصرف في الاموال كالمحجور مثلا فلا يصح وقفه، لا يستطيع ان يوقف. والاحكام نتاع الذي لا يستطيع ان يتصرف في الاموال هي كثيره، الذي لا يستطيع ان يبيع ولا يستطيع الاجاره، ومثلا المريض لا يستطيع ان يتصرف في اكثر من الثلث، الزوجه لا تستطيع ان تتصرف في اكثر من الثلث وغيرها. نعم. الثاني الصيغه، كوقفت وحبست وتصدقت، يعني مثلا وقفت أو تصدقت أو حبست بكذا أرضا أو مثلا أشياء ماذا بكذا على الفقراء والمساكين، ولو طلبة علم مثلا وغيرها. سوف تأتي يعني الأصناف، هذا مثال فقط، تأتي الأصناف التي يستطيع الإنسان أن يوقف عليها. نعم. الثالث الموقوف، الشيء الذي سوف توقفه، هذا الشيء الذي سوف توقفه ما هو؟ نعم. وهو العقار والحيوان والعروض. نعم. وكل عين تقبل النقل، يعني أي عين تقبل النقل وهي يعني طبعا تتملك فإنه يجوز وقفها. نعم. الرابع الموقوف عليه، يعني الإنسان هذا يجد الواقف وصيغة الوقف والشيء الموقوف والذي سوف يوقف عليه. لذلك هذه الأمور مهمة جدا. مثلا واحد واقف مثلا مرة، والذي حكيناها المرة الماضية في الحصة، كاين مرأة وجزاها الله خير، لما بدينا أول مرة خلاص هنا في الإصلاح بدأنا في قراءة الموطأ، اشترت كمية كبيرة من الموطأ وقالت بشرط أنها توقف على أصحاب الحلقات. حلقة شوف جو الناس كلهم وراحوا مش فيهمش أصلا، جون بعد وقيلة 10 من الناس بلك باللي كاشكون اللي كمل الكتاب 10 والباقي كلهم الدير تاعهم، لا يجوز له، لانه شرط الواقف ان توقف على طلاب الحلقه. انت اديتي الكتاب ورحتي ارو، لا يجوز لك. وقلنا لهم ثمرا نقولوا لهم يحسبوا باللي رانا نضحكوا عليهم، نقول لهم مش معروف وقف، والوقف راهو على شرط الواقف، والواقف شرطه على ذا. مثلا واحد وقف ستيرا تاع ماء، قال الستيرا تاع الماء هذه للشرب فقط، يجي واحد يروح يعبر منها الماء ويسيق بها الزنقة، ولا واحد مثلا يقف مثلا عين درع عين مثلا البر هكا وكتب فيها هذه وقف للشرب فقط، يجي هو يدي للدار يغسل بيه ولا وش يدير بيه ما يجوزلوش، ولا يجي ثم ويغسل السيارة في الليل كما يديروا اخرين، يجوا للعيون ويروح يغسلوا فيهم السيارة في الليل، لا يجوز له. ولو محتاج شر الله عز وجل هو الذي يحاسبك، معناه انت ماذا فعلت؟ اغتصبته، أراك أكل ماذاك كأنك سرقتيه، كأنه مسروق. لذلك يحتاج منا هذا الموقوف عليه. ماذا قال؟ الرابع الموقوف عليه، ويشترط أن يكون أهلا للتمليك وإن ذميا. نعم، يعني الموقوف عليه يشترط أن يكون أهلا للتمليك وإن ذميا، يعني يجوز الوقف على وإن ذميا. قال الرابع الموقوف عليه، ويشترط أن يكون أهلا للتمليك، يعني أن يملك هذه الأشياء. الآن مثلا واحد مثلا يقول لك واحد الآن أنه هذا الماء هو موقوف على الوضوء، ويجي طفل صغير غير مميز ما يصليش ولا كافر، هذا ليس أهلا لتمليك ماء الوضوء لأنه لا يصلي أصلا. هذا هو المعنى، يقول لك وإن ذميا يعني في الأشياء التي تحصل له. قال ويجوز الوقف على المساجد، ويجوز الوقف على القناطر يعني قنطرة لأنها تحتاج ديما الصيانة وغيرها، ويجوز الوقف على المقابر يعني كان يكون كاين وقف للمقبرة، وقف للمقبرة هذا جيد. وأيضا ويجوز الوقف على السبل يعني على الطرق وغيرها، يعني يولي كاين وقف فقط لإصلاح طريق معين. مثلا أفرض واحد يقف مثلا كراء نتاع حانوت على 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 طريق يأخذه الناس أن هذا العائدات تكون دائما لإصلاح هذا الطريق، وهو في الحقيقة المدن والدول راهي تقوم على الأوقاف، تقوم على الأوقاف،
صوروا كان الأشياء هذه كلها كل واحد يقف شيء وتمشي، لأنه للأسف نحن رأي أوقف كثيرة اللي ماتت، أي ماتت، والناس رأي بعض الناس رأي أخذت واغتصبت أراضي تاع الأوقاف وغيرها. نعم. ولا يشترط أن يكون الموقوف ملكا للواقف، بل يصح وإن كان بأجرة. نعم، يعني مثلا اكترى مثلا مكان وأوقفه مدة كرائه، مثلا اكترى مكان وأوقفه، قال هذا وقف على مثلا اكترى بيتا وأوقف، مثل ما يعمل الناس كثيرين في المدن الكبيرة، يكتري مثلا بيت ويوقفه على الناس الذين يأتون إلى المستشفيات وغيرها، هذا يعتبر وقف، يعني ليس بالضرورة أن يكون مالكا لهذا الوقف، والوقف رو قادر، كين وقف إلى الأبد وكين وقف إلى أجل يصح. نعم. ويتبع شرط الواقف إن جاء، اسمح لي قبل، قال ولهذا يصح الوقف لمن اكترى أرضا سنين أن يتخذها مسجدا يوقف تلك المدة، يعني يستطيع أن يقف مكان ويضعه مسجدا تلك المدة، ولما تنتهي المدة ينتهي ذلك المسجد. خاصة هذه في ماذا تحصل هذه؟ خاصة في الطرق، يعني طبعا نحن في المدن وغيرها للمساجد وكذا، هذه أي تحتاج إذن من الدولة وغيرها وأحكام وكذا، لكن أنه مثلا واحد اتخذ مكانا في الطريق اكتراه ولا اكترى أرضا كبيرة وهو وضع فيها فلاحة ووضع فيها مكان للمسجد، موضع الناس اللي تمر من ثم ووضع فيه ماء اللي يمر من ثم يصلي كذا، هذا يعتبر وقف للصلاة. لما الإنسان يكمل كراءه وينتهي ينتهي ذلك الوقف، يعني لو يأتي صاحبه الصحيح ولم يعتبره مسجد فله ذلك، يعني ما يجيش واحد يقول له حرام روم السيد لو كان حطوا مسجد وانت نحيتيه ولا غيره، فانه يجوز له ذلك. لكن نحن طبعا كلما كان الخير او اولى، يعني لكن نحن نتكلم على هل يجوز او لا يجوز. نعم. ويتبع شرط الواقف إن جاز شرطه لا إن لم يجز، كعلى معصية أو على بنيه دون بناته. نعم، يعني ماذا يقول؟ يقول أنه يجب أن نتبع الواقف على شرطه إذا شرط شيء ويكون هذا لا يخالف الشرع، إذا كان لا يخالف الشرع فإننا نتبع وقفه. قال مثلا كمعصية على معصية، مثلا واحد وقف الأشياء، وقف مثلا حنود على أنه يشتروا بها الخمر ولا يشتروا بها معصية ولا بشي يديروا فيها، مثلا يجوا الناس يزهوا فيها كما نقولوا نحن ويقلقوا الجيران وغيرها، فإنه لا يجوز ذلك. قال أو أوقف على بنيه دون بناته، مثلا ترك بث بيت وهذا وقف، يعني عائدته على بنيه دون بناته، هذا لا يجوز. وش الفقهاء الملكيين وش يقولوا؟ لا العكس، إذا أوقفه على بناته دون بنيه لا إشكال في ذلك، لأن الغلب أن البنات مكسورات الجناح، فإنه إذا أوقف على البنات لا إشكال في ذلك، لكن أن يقف على البنين ويترك البنات فلا. هذا طبعا الوقف ماذا؟ أرو يبقى دائما للأحفاد وغيرها وتمشي. نعم. ولا يتم الحبس إلا بالحيازة، يعني أن الإنسان في الحقيقة يقول أوقفت تلك الأرض وهو لما وهي قاعدة عنده يستعمل فيها حتى توفي أو شيء، فإنها لا تعتبر وقف. الوقف يجب أن تعطيه وأنت حي، لأنه بعد يدخل في الورث. الوقف متى يتم الوقف الحقيقة؟ ليس بالكلام فقط، لا، بل أنه يحاز. نعم. ومن حبس دارا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ، لأن الولد الصغير لا يستطيع أن يحوز للبيت. قال هنا، قال ومن حبس دارا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ. نعم. وليكرها ولا يسكنها، يعني الآن بما أنه أوقفها على ابنه لا يجوز له أن يسكنها، هو لا يجوز أن يسكنها، لكن يستطيع أن يكرها وتكون عائدته على ولده هذا الصغير. لذلك الحقيقة الأموال يجب كل واحد، كل المال الصغير له ماله، الكبير له ماله، ويجب أن يكون تكون الأمور بالتساوي وغيرها، والزوجة لها مالها لكن تتصرف في الثلث بالهبة وغيرها، ولها البيع كما تشاء وتشتري، ولكن الهبة وغيرها فإنها لها الحق في الثلث فقط، الباقي لا وغيرها. يعني الأموال في الحقيقة كل واحد وماله، هذا هو المعنى. نعم. وإن انقرض من حبس عليهم رجعت،
قبل هذه فقط قال ولا يتم طاحذ، قال ولا يتم الحبس إلا بالحيازة، ودر نقطة قال ومن حبس دارا على ولده الصغير كذا. يعني مش معناه، يعني هذه مستثنات من قضية أن الوقف لا يتم إلا بالحيازة. والحقيقة الإنسان يحاول أن يفكر في نفسه، في ما لا يضر به ورثته، يفكر في نفسه في هذه الأشياء. عليها تلقى واحد هو ما فكرش في روحه، يستنى ولده يفكروا فيه. طبعا الإنسان أن يدع أو يدع ورثته أغنياء خير له من أن يدعهم فقراء يتكففون الناس، هذه ناحية. لكن إذا كان عنده زيادة في شيء ولا شيء يفكر في نفسه، ما ينتظرش ولده يصدقوا عليه، حتى أنهم يحكوا فيها من لا أدري أنها صحيحة ولا لا. يقول واحد يقول الولد يقول له كي تدير تقدر تبني لي جامعة، قال له بيبني الروح، كنت روحك ما بتش تبنيها تسحق نبني الكنة. قال له راني ممكن روحي ما فكرش فيها ما نبني لهاش كما أنت ما بنيتش روحك. لذلك الإنسان هذه الأشياء أو تحتاج أن الناس تفكر في هذه الأشياء، وكل واحد على مقدرته. نعم. وإن انقرض من حبس عليهم رجعت حبسا على أقرب الناس للمحبس، يعني كعصبته، قال كعصبته، وكل امرأة لو قدر رجلا لكانت عصبة له. يعني وش معناها؟ إذا كان مثلا هو حبس على هؤلاء الناس لكنه مات ما لم يأتي له مخلف، يعني ليس له ورثة، فإنها ترجع للوقف، وإذا الوقف توفي فإنهم ينظرون إلى عصبته، يعني الأقرب في الأقرب عصبته، حتى ولو كانوا نساء. ماذا نفعل؟ نأتي للنساء ونعتبر نعتبرها ذكر، إذا كان هذا الذكر يعتبر عصبة لذلك الواقف، فإنها تأخذ تلك ذلك الوقف، لأن الوقف هذا قد توقف لأنه شرط الوقف على ناس معينين، وانتهوا هؤلاء الناس. نعم. ولا يباع العقار المحبس وإن خرب. نعم. قال وكذلك لا يباع نقضه. طبعا هذا هي القاعدة، القاعدة العامة أن الوقف لا يباع، لا يباع ولا يباع حتى نقضه، يعني يستعمل ولا غيرها. ولكن هذه أحيانا تأتي فيها استثناءات، إذا لم يستطع أن يفعل فيه شيء ولم ينتفع به ولا شيء فإنه ممكن أن يباع ويستبدل به غيره إلى غير ذلك. قال ولو أوقف على قنطرة فهدمت فإن رجي عودها أوقف لها، وإن لم يرجو عودها صرف في مثلها، يعني في مثلها من القناطر. نعم. لا تفضل. سأقولك لا تنديك السبح ولا يقولك إنك مصحف نقرأ فيه، وهي هذه كجبة المسجد على أي سيز جبة حبس. نعم. لا يجوز أن يأخذ. ولا أعطيني يقولك أعطيني الفراشين صلي عليه. رو لا يجوز، هذا الوقف، الوقف هذا صاحبه الذي حبسه على المسجد، لم يحبسه على الأفراد. الأشياء المسجد لا يجوز. طبعا كاين فتوى أنه ممكن تتغير من مسجد إلى آخر، من مسجد إلى آخر، لكن أنها تؤخذ إلى البيوت رو لا يجوز، سواء ولو أذن لك الإمام، ولا يحق له أن يأذن لك لأنه ما هيش نتاعه. نعم. انتهى هكذا. هكذا نذهب الآن إلى باب في الهبة. قال رحمه الله باب في الهبة. الهبة ما هي؟ هي تمليك بلا عوض، هذا هو تعريف التعالى. والثواب للآخرة، يعني أنك تملك بلا عوض في الدنيا وتنتظر الثواب في الآخرة. قال طبعا يعني تسمح لي، طبعا الهبة رأي عندها أقسام، وعندها أقسام أربعة، وممكن حتى واحد يعطي يهب لشيء، كما مثلا واحد يبارك له في العرس وهو يستنى فيه باش يبارك له ويرجع في العرس، وهذه رأي مسألة موجودة في الفقه، ورأي جائزة، ورأي جائزة، لكن عندها كل قسم من أقسام الهبة رأي تحت عندها أحكامها لوحدها. انتبهوا معنا باش تتصوروا الموضوع. نعم. قال رحمه الله وأركان الهبة أربعة. الأول الواهب، ويشترط فيه عدم الحجر، يعني الواهب هذا يشترط فيه عدم الحجر بالكلية، أو مثلا المريض في الثلث والزوجة في الثلث. نعم. الثاني الموهوب، وهو كل مملوك يقبل النقل كالثوب والدار، يعني الموهوب هذا
الحقيقة الهبة يقول لك هو ما يقبل النقل. طبعا النقل لا يقصد بها أن يقول لك العقار ولا شيء حتى يهب، يقصد أنه تصح نقله مثلا والعياذ بالله، يعني باش تفهموا برك الموضوع، أن واحد لا يجوز أن يهب زوجته لغيره ليستمتع بها. هذا هو الذي يقول، قال هنا أنه يقبل النقل لأن الزوجة لا تقبل النقل والأمة لا تقبل النقل، يعني ما نقولوش الأماء، نقولوا لأنها تستطيع أنها بالأماء يأخذها خلاص يعني، لكن أم الولد لا تقبل مثلا النقل لأن أم الولد لا يجوز بيعها. هذا هو النقل، يعني يقصد النقل من ملك إلى ملك، هذا هو المعنى الذي يقصده في النقل. وهذه قيمة الكتب في الحقيقة تحتاج أنه يقرأ الناس مع بعضهم، وإذا وجدوا شيئا لم يفهموه ينظرون إلى من أعلم منهم وينظرون إليه، وإلا فإنه ممكن يفهم فهم يكون لا أساس له من الصحة، ممكن يقول كلام وهو لم يقل به أحد. نعم، يقبل النقل والدار نقلها من مكان لمكان. أنا ما قد قال والدار، نعم هو، لكننا نستطيع أن ننقل الدار من ملك شخص إلى شخص آخر. نعم، وهذا قيمة هذا الكتاب الجيد، أنه ما تروح لهذا لا تروح لهذا، تروح للشرح نتاعه وتقول وش قال هو ذاك وعلى كتبه لأنه يقصد ذلك. الثالث الصيغة، طبعا هذه، وتصح هبة الكلب المعذول فيه، لأننا عند الملكية لا يجوز بيع الكلب، لكن تصح هبة الكلب المعذول فيه، والظاهر في المذهب أنه لا يصح هبة الكلب غير المعذول فيه، يعني واحد حب يدير كلب ويديه للدار ويقعد يطلع فيه للبلاد وكذا، لا يجوز أن تعطيه كلب، تعطيه جرو. مثلا أنت مثلا نفرض عندك كلب ويحرس لك مثلا في بادية ولا المهم للحراسة أو للماشية أو لغيرها، وأنت بعدها ولدت مثلا الكلبة وفيه واحد يقول لك أعطيني جرو وحب يجيبه هنا ويدير، تقول خليني تخلص منه، لا يجوز لك أن تهب له ذلك الكلب. نعم، قال الثالث الصيغة، كوهبتك ومفهومها كمثلا أعطيتك، وأيضا الفعل الذي يدل على القول، يعني مثلا أي حتى الفعل إذا قمت بفعل يدل على أنك أعطيت له ذلك الشيء وأنه وهبته له فيجوز ذلك. نعم، الرابع الموهوب له، وشرطه أن يكون أهلا لتملك ذلك الموهوب، هذا هو المعنى. نعم، ولا تتم الهبة إلا بالحوز الصحيح. نعم، ولا تتم الهبة إلا بالحوز الصحيح، فلو لم يحز الموهوب له الهبة حتى أحاط الدين بمال الواهب بطلت الهبة، يعني أنه قالوا نعطيك هالحاجة هذه، قالوا أني باش نعطيها لك، أنا أعطيك هالك، ولكنه لم يأخذها حتى حصل له إفلاس وأحاط به الدين، فلا يجوز أن يأخذها لأنها لم تصبح له، لأنه متى تكون له حقيقة إلا إذا حازها، أو مات مثلا وهو لم يأخذها ويجي يقول له ما أعطاها لي، ما اديتيهاش، لم تأخذها، هذا هو المعنى. نعم، وهي على أربعة أقسام، الهبة فيها أربعة أقسام، وركزوا معنا في الأربعة أقسام هذه، وهذه مهمة حتى على الأقل الإنسان يعرف أن هذه ليست مثل هذه، وهذه الأشياء ديما وش نقول لها نحن، زيك المصلحة اللي يصلح بها الدار، كاين كل بلاصة عندها مصلحتها، حاجك التواليت عنده المصلحة نتاعو والكوزينة عندها مصلحة، ما يجيش واحد يجيب مصلحة يصلح بها التواليت ويصلح بها الكوزينة ويصلح بها الصالة، ما يصلحش هذا. لذلك هذه الهبة كل واحدة عندها أحكامها. ماذا قال الأول؟ الأول ما كان لصلة الرحم أو لفقير أو يتيم. نعم، حكمها كالصدقة ولا رجوع فيها. نعم، أول قسم هي الهبة، قال الآن القسم الأول ما كان لمن، ما كان إنسان أن وهب شيء من أجل صلة الرحم، أو من أعطى هذه الهبة من لفقير أو ليتيم، هذه هي كالصدقة لأنها كالصدقة والصدقة لا رجوع فيها. نعم، هذه اتفق عليها. قال وكذلك ما يعطيه الأمراء أو أصحاب المناصب للفقراء الذين يترددون عليهم فلا رجوع فيما أعطوه، يعني أصحاب المناصب ولا الرؤساء الأصل أنه لا يجوز أن يرجعوا في هبتهم. نعم، الثاني ما
ما يراد به المودة والمحبة كالهبة للولد الصغير أو الكبير. نعم، قال القسم الثاني ما أراد ما أريد به المودة والمحبة، كالأب مثلا يعطي لابنه الصغير أو يعطي إلى ابنه الكبير. طبعا الابن بعد أخرين بعد توجيه. نعم. وللأب اعتصارها من الولد. نعم، ما معنى اعتصارها؟ يعني يعصرها حتى تعين، هو استعادتها. يعني الأب يستطيع إذا أعطى لابنه، لاحظوا الآن، لاحظوا هذه مهمة، أعطى ابنه من باب المودة، من باب قاله المودة والمحبة، أعطاه بنية المودة والمحبة، لم يعطه بنية أخرى هذا، فيستطيع أن يردها إذا كان الولد صغيرا مطلقا. هذا إذا كان الولد صغيرا يستطيع أن يردها مطلقا. والكبير هذا نتكلم عليه الآن، متى يستطيع أن يردها ومتى لا يستطيع أن يردها. نعم. وللأب اعتصارها من الولد ما لم ينكح. نعم، وطبعا الأم مثل الأب، حتى الأحكام هذه تاع الأم مثل الأب. الآن نعطيكم مثلا، نعطيكم مثل الأب موجود والأم أعطت للابن الصغير تستطيع أن تردها إذا كان صغيرا. الآن أفرضوا مثلا أن الأب ميت ولا والأم أعطت للابن الصغير شيء، هل تستطيع أن ترده؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنه يتيم. ونحن قلنا اليتيم أنه، نحن لاحظوا إيش قلنا، قلنا اليتيم تدخل في القسم الأول، ها، أنه لا رجوع في سلة الرحم والفقير واليتيم. واضح الفكرة؟ نعم. وطبعا الحمد لله نحن رانا أول مرة باش نقرأ كتاب، وتشوفوا يا أخي واحد وكنت بعد ما نكمل الكتاب خلاص ونعاود نقرأ كتاب سوف يتغير الفكر تماما والنظرة للفقه تماما. لماذا؟ لأنك أنت الآن أراك أصبحت تنظر إلى الأمام وتنظر إلى الخلف، وتصبح أنك تجمع القواعد مع بعض وتقدم الذي يحتاج إلى التقديم وتؤخر الذي يحتاج إلى التأخير. لذلك أن الأم تستطيع أن ترد من ابنها الصغير إذا كان أبوه حيا ولو كان مجنونا، المهم أن لا يكون يتيما، يتيما في الشرع مش يتيما في يتيما في العرف، يتيما في الشرع. نعم. قال الآن وللأب اعتصارها من الولد ما لم ينكح، يعني إذا تزوج وأعطاه فإنه لا يستطيع أن يردها، خلاص تولي عنده قيمته الآن، مولدش زي الأخرى. نعم. ولو كان قريبا من الهبة، يعني أنا كان أعطاه له الآن هو ادها قد قد وراح لحق عليه يجري قال له ردها لي أو يومك تقول لك لا لو كذا، ما لا يجوز ذلك من تلك الهبة. نعم. أو يداين، إذا داين الولد من أبيها يعني أصبحت هذه راح سلف من أجلها، من أجلها إذا كان داين لأجلها فإنه يستطيع أن يردها. نعم. أو يحدث في الهبة حدثا، مثلا إذا كان وهبه أمة فوطئها مثلا فإنه لا يجوز أن يردها، أو أنها زادت أو نقصت، المهم أحدث فيها حدثا فإنها لا ترجع. أو أيضا من الأشياء التي زادها ولم يكتبها في 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 الدرس، قال أو بمرض الولد الموهوب له بعد ما وهبه مرضا فإنه لا يأخذها منه، فإنه لا يأخذها منه، فإن الاعتصار في هذه جميعا. طبعا هذه كلها ماذا؟ من الأب والأم، بشرط أن تكون هذه أعطيت، أن الهبة هذه من أجل المودة والمحبة. لكنها إذا كانت لله تعالى فإنه لا يعتصرها في كل الحالات، لأنها تعتبر كأنها صدقة، كأنها صدقة والصدقة لا يرجع فيها. لذلك قال بعدها ولا اعتصار له في الصدقة، هذا هو المعنى، ولا اعتصار له في الصدقة، يعني إذا كان أعطى لولده أو أعطى لبنته صغيرا أو كبيرا أو لغيره لوجه الله تعالى أنه يعني كأنه تصدق هذه الهبة فإنه لا يرجع في هذه الهبة لأنها تعتبر صدقة. الآن نأتي إلى القسم الثالث. نعم. الثالث ما اشترط فيه الثواب، يعني هو الآن يشترط الثواب أو يهب ليوهب له. ماذا قال؟ فإما أثاب الموهوب له القيمة أو رد الهبة، يعني أو رد الهبة، يعني أنه ما معناه الآن أن الإنسان إذا كان يعطي الواحد من أجل أنه المقابل فإنه هو الحل الدعوة الآن، أي يعطيه ما يقابل ذلك
أو يرد له هبته الحقيقية إذا بقي عينها، لأنه إذا لم يبقى عينها فإنه تتعين عليه القيمة. وهذا مثلا في جهة عناب أو الحويجة ذي، الناس كي يروحوا للعرس أروا يجبد الكراس ويكتبوا فيه ثم، يكتب اسمه ويكتبوا كدش أطاله، لأنه هم أصلا لو عطيها له باش يردها له باش يرد له، وهذه في الشرع جائزة. يعني إذا درت تبدأ ذيك من أجل باش يرد غير من الأول، ولا ما تقبلهاش أنت من الأول، ما تقبلهاش من الأول، ما تستناش أنه الناس يمدوا لك وبعد تجبد روحك ما تروحش تبارك حتى الواحد، ولا هو يبارك لك 100,000 وأنت تبارك له 50,000. إذا كان طبعا نحن نتكلم على الذي يرى أنه يريد المقابل، يريد المقابل لذلك، لأنه قال الآن ما اشترط فيه الثواب، فإما يعني إذا أثاب الموهوب له القيمة خلاص، أو أنه يرد له الهبة. قال فإن فاتت فعليه قيمتها. نعم، يعني فإن فاتت فعليه قيمتها، يعني الآن إذا فاتت هذه الهبة التي أعطاها، يعني تلفت واستعملها وكذا، فإنه يتعين القيمة، يتعين القيمة. الآن إذا هو أعطاه الهبة، أعطاه هبة معينة، ثم هو جاء هذا الموهوب له ومرة أخرى وأعطاه ما يقابلها قيمة، فهو يقبل ذلك. وإذا أرد له هبته في حد ذاتها فإنه يقبل ذلك، وإذا فاتت فإنه تتعين القيمة، لأنه في الأصل هو أصلا أعطاه تلك الهبة، تلك الهبة من أجل الثواب. نعم، لأن يأتي القسمة الرابعة. الرابع ما لا يتقيد بثواب ولا عدمه، يعني هو الآن لا أعطاه الهبة لكن الأمر لا يظهر فيه لا ثواب ولا عدمه. ماذا قال؟ فالقول للواهب أنه أراد الثواب إن لم يشهد العرف بضده. نعم، يعني خلنا أقول لكم مش قال صاحب المختصر. من هو صاحب المختصر؟ نعم، هو خليل صاحب المختصر. قال وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده، وإن لعرس حتى العرس، لأنه غالب العرس لا يظهر هل هو لثواب أو لا، فيصدق في ذلك، فيصدق الواهب. قال فالقول للواهب أنه أراد الثواب إن لم يشهد العرف بضده، إن لم يشهد العرف أنه هذا ليس للثواب. نعم، ولا يرجع الرجل في صدقته. مثلا اسمح لي، مثلا نحن ما هي الهبة التي العرف نتاعنا يشهد أنها ليست لي للثواب؟ الغالب يعني نشوفها هكا، والله أعلم ما تقول لي ما لا كاين. الناس اللي تعطي الهبات للأولاد الصغار، أنه مش ينتظر أنها يردها له أو يردها لأبنائه. نحن في العرف بتاعنا أنه واحد يعطي الطفل 1,000 ولا 10,000 ليس من أجله، ليس من أجل رد الهبة، خاصة في الأعياد، مش وراه يمد له باش السنة فيه يعطي له حتى ولده. هذا العرف إلا إذا كان يعني واحد خالف العرف، الله أعلم. نعم، ولا يرجع الرجل في صدقته. نعم، الرجل لا يرجع في صدقته، والأب والأم لا يرجعون في صدقته مثل ما تكلمنا. نعم، ولا ترجع له إلا بالميراث، يعني الإنسان إذا تصدق شيء فلا يشتريه ولا يوهب له ولا غيره إلا إذا كان بالميراث فقط. هذا هو المعنى، هذا الذي يتكلم عليه. قال صاحب المختصر وكره تملك صدقة بغير ميراث. كاين زوج مسائل، حاجة يسموها العمرة وحاجة يسموا فيها الرقبة. ما هي العمرة وما هي الرقبة؟ قولوا لي العمرة، نقول لكم الرقبة. ما هي وش العمرة؟ طبعا هذا تعريف بمثال. العمرة أنه واحد مثلا يوقف شيء، مثلا يقول هو حتى قال العمرة جائزة، وهي أن يقول شخص لآخر أعمرتك أو أورثتك كذا، وطبعا تكون هذه إلى عمره ولا إلى وقت معين، مثلا يقول له عام عامين ثلاثة، أعطى مثلا قال واحد أسكن في السكنة دي عندك 10 سنين، فأنه يبقى يسكن فيها 10 سنوات حتى ولو مات ذلك الشخص. مثلا أعطى الزوجة مثلا، وهذه فاش تصرح يعني عادة حتى تصور شيء، المرأة التي لم تلد، أنه مثلا يقول لها أسكني في هذا البيت عمرك،
فإن الورثة لا ما يقدرش يقولوا الراح أعطينا السكنة هذه حتى إذا ماتت هم يرثونها. وهذه للأسف تحصل عندنا كثير، ولا الناس يتهربون من هذه الأشياء بشيء غير شرعي، يروحوا يكتب لها الدار باسمها ولا يجوز له ذلك، لأنه هذا تهرب من الميراث. لكن يصلح له أن يفعل لها العمرة، يفعل العمرة، بل أنها تصور وحتى يتركها هكذا إشكالية. تسمى وقالها الشيخ، تسمى نقول لك من الرخبة، الرخبة أنه يطع رجلين يرتقبان بعضهم مش كل يموت، هي جاية من هذه. يعني وش معناها؟ مثلا نتفق أنا والشيخ، ولا خلينا نقولوش أنا والشيخ، زوز خري لأنها غير جائزة، هي زوز اتفقوا قال له إذا مت أنا داري ليك، وكي يقول لك داري يعني الأرض، أي شيء أي شيء عندك تملكه تقول له. انتم مثلا عندكم زوز أشياء تشبه بعض، قال له الأخر إذا مت قبلك سيارتي ليك، والأخر قال له إذا مت قبلك سيارتي ليك، فكل واحد يرتقب الآخر أن يموت، فهذه غير جائزة. هذه الرقبة اسمها الرقبة، أنه رجلين يرتقبان بعضهما فإنها لا تجوز. هذه كلها في الأشياء أنت الهبة، والهبة وأنه يهبه منفعة أو شيء. نعم كلهم بالألف المقصورة. نعم نعم. الآن نأتي إلى آخر باب، آخر باب في أبواب البيوع. نعم. قال رحمه الله: باب في اللقطة. سؤال، هل نقول باب في اللقطة ولا باب في اللقطة؟ خلي ما تشوفوا إيش شوف طالب كيف اللقطة. نعم نعم في اللقطة. وانت وش تقول شيء؟ الله أعلم. أنا أقول كلاهما جائز. كلاهما جائز صحيح. هي هذه من ناحية، هذه هو الصحيح، القياس هو بسكون القاف، لكن أغلب الفقهاء يفتحونها، وكان ابن الأثير وغيره هي فيها خلاف، لكن قلت خليني أقول لكم بركة. يقول بالشكلين، صاحب الكتاب يقول بالسكون، ونحن ما فقناش بعد ما كتبنا الكتاب، لأن نحن شكلناه بالغالب، يعني أشهر الفقهاء يقولون بفتح القافي، يعني بضم اللام بفتح القافي أن نقول اللقطة، ولكن صاحب الكتاب يراها بالسكون، يعني أصله يقول باب في اللقطة. نعم طبعا. ما هو الباب؟ قهما مثل ما المكتوب، يعني نقرب بالمعروف يعني عند الفقهاء. قال: وما هي اللقطة؟ وهي مال معصوم تعرض للضياع. مال معصوم تعرض للضياع. نعم. قال رحمه الله: ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بمضان طلبها كباب المسجد. نعم. قال: ومن وجد لقطة، يعني من مال له بال، ليست مثلا عصا أو إبرة أو غيرها، أن يكون مال له بال، وإلا إذا لم يكن له بال فإنه لا يعرف. قال: فليعرفها، فليعرفها يعني من الذي يعرفها، واجدها الذي وجدها، سنة، أن يعرفها سنة بمظان طلبها، يعني بالأماكن التي يطلب فيها هذا الشيء، فكباب المسجد لا في المسجد، لأن اللقطة والضال وغيرها لا تنشد في المسجد. ما يجيش مثلا الإمام ويقول باللي الشيء هذا وفلان ضاع له مبلغ كذا، أو لا يجوز. والآن جت لي في راسي والله أعلم، يعني أنا جت لي الآن فكرة في راسي والله أعلم هل تصلح ولا لا، وكان يسكر لي الباف نتاع الداخل ويخلي كل الباف نتاع البر، ويقول ممكن تكون جائزة، الله أعلم، يعني الله أعلم، أنا لا أدري في هذه المسألة. يخرج من الداخل، يعني نقصد أنه الناس يفهم في الناس للبر، فهم في الناس البر، الله أعلم. قلت لكم الفكرة هذه جت لي الآن في راسي، لكن هي تعرف خارج المسجد ولا تعرف في وسط المسجد. نعم تونجونهم، هذيك يسموها الضالة، تونجون الحيوانات، الحيوان تونجونهم بعد إن شاء الله، ما نحن نحكو على الأشياء هذه الساعة بإذن الله. نعم. وبالبلدين إن وجدت بينهما، يعني ويعرفها واجدها بالبلدين إن وجدت بينهما، يعني أنه الآن إذا وجدت هذه الضالة بين مدينتين، مثلا واحد في الطريق لقى ما بين المزرعة مثلا والشريعة، فإنه يعرفها في المزرعة ويعرفها في الشريعة. نعم. فإن عرف طالبها تسمح لي. قال: وإن وجدت هذه الضالة في وجدت هذه الضالة مثلا وجدت هذه اللقطة في مثلا في قرية الذميين، ماذا يفعل بها؟
فإنه يعطيها لحبر من أحبارها، يعني لأنهم الأحبار تاعهم اللي مدينين شوية يعني ممكن ما يديهاش، فإنه يعطيها لحبر من أحبارها. نعم. فإن عرف طالبها العفاص، أكملهم الثلاثة وحتى والوكاء والعدد، أخذها بلا يمين. قال فإن عرفها، فإن عرف طالبها، يعني فإن عرف صاحبها، يعني طبعا نحن حتى تكتو أنه صاحبها لكن هو طالبها، العفاصة يعني الخرقة المربوطة بها، والوكاء وهو الخيط المشدود بها، والعدد وهو كم هو. إذا عرف هذه الثلاثة فإنه يأخذها بدون يمين، وإذا عرف اثنين ولم يعرف العدد، مثلا نعرف مثلا اللون نتاع البورتفاي يعرف كذا، بصح ما عرفش قداش الصوارد مثلا، نساء أغلب الناس ممكن ما يعرفش، فلا إشكال في ذلك، لكن يأخذها باليمين، يأخذها باليمين. نعم. فإذا تمت السنة، يعني فإذا تمت السنة ولم يصفها أحد. نعم. فإن شاء حبسها، حبسها يعني حبسها أوقفها. نعم. وإن شاء تملكها أو يتملكها هو. نعم. وإن شاء تصدق بها. نعم. نعم. ويضمن فيهما، يعني يضمن فيهم في ماذا؟ في 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 إذا تملكها أو إذا تصدق بها. ما معنى أنه يضمن فيهما؟ يعني أنه إذا جاء صاحبه صاحبها وطلبها وعرفت أنها له، فإنه يعطيه حقها، يعطيه قيمتها. نعم. ومن وجد ما يفسد بتركه كالفواكه واللحم، نعم، فله أكله ويضمنه. نعم. ومن وجد ما يفسد، يفسد بتركه كالفواكه التي لا تجف أو اللحم لأنه لا يصبر، طبعا هم يتكلموا على أشياء لا تصبر في ذلك الوقت، الآن كاين ثلاجة كاين أمور كثيرة يعني، فله أكله يعني أن يأكله ويضمنه يعني يأكله، ثم يأتي صاحبه يعطي له، ما يديروش زي اللي قال له النعجة تاعك اللي لقيتها عند الذيب نحيتها له باللون، هي قال له أني كليتها من الذيب. قال ولا من الذيب الحقيقي إلى الذيب بشري، قال وله أن يتصدق بها، يعني هذه بتاع الفواكه والأخرى وله أن يتصدق بها، وفيه خلاف يعني من يتصدق بها على صاحبها، وفيه خلاف هل يضمن ذلك أو لا، يعني في المذهب خلاف في الضمان، في الضمان في الصدقة لكن يضمن في الأكل. نعم. ولا تؤخذ ضالة الإبل والبقر في غير محل الخوف، هذا الآن يتكلم على الضالة، قال ولا تؤخذ ضالة الإبل والبقر في محل الخوف، في غير محل الخوف، أما محل الخوف فإنها تؤخذ، فإنها تؤخذ هذا البقر والإبل، لكن مثلا النعجة ولا الخروف ولا شيء فإنه أي الأماكن كلها هي محل خوف، إلا أنه يروح ويتفلق قدام الدار ويجيب الطروبيل ويهزها ويقول لهم راني أي لقطة أي ضالة وصرخها. نعم. طبعا ولملتقط الحيوان لبنه لا نسله، يعني أنه يأخذ لبنه على ما على علفها، على علفها، وطبعا إذا كانت علفها كبير كثير وكذا فإنه يرجع على صاحبها، يرجع على صاحبها في ثمنه، وطبعا كمل هذا المجال، وطبعا الأحكام الأخرى كلها تنطبق على الضالة مثل ما تنطبق على اللقطة، وهو أن يعرفها في مظانها. الآن ما العصر مثلا النعجة العصر فإنه يعرفها في سوق الغلب مثلا أو في المسجد، لأنه غالبا هذه الأماكن التي يتردد عليها أصحاب الأغنام. نعم. ويجب طبعا ويجب على الكفاية، هذا هو المعنى، ويجب على الكفاية. نعم. لقط الطفل المنبوذ، طبعا قبل ما نتكلم عن المسألة هذه فقط نوضح مسألة، هو اللقيط، اللقيط جماعة ربوش بالمصطلح نتاعنا احنا يعني معناه ابن زنا، لا هو الذي لا يعرف أباه، ولا تستطيع أن تحكم على شخص أنه ابن زنا لأنك في هذه الحالة أنت قذفت أمه، أو أنت رأيته أنه ابن زنا لا تدري على ذلك، حتى ولو حملت وهي ليست ذات زوج أنت لا تدري، لأن والله أعلم. لذلك المنبوذ أو يسمو فيه اللقيط في الشرع وهو الذي وجد بدون أب، لأنه احتمال أنه وضع لأن أباه لم يجد ولا أنه يتيم وأمه لم تجد أن تصرف عليه، وهي وضعته مثلا في حي الناس عندهم مال حتى يأخذوه ويربوه مثلا ولا غيرها،
مثل موسى عليه السلام لما رمته أمه، هذا يسمى فيه المنبوذ المتروك يعني، ويسمى اللقيط. لماذا سمي لقيطا؟ لأنه لقطة، التقط فقط، ليس معناه أنه ابن زنا. اللقيط لا ليس معناه ابن زنا، هذا هو المعنى. قال: ويجب على الكفاية لقط الطفل المنبوذ، يعني الطفل إذا وجد يجب أن يؤخذ على الكفاية، إذا أخذه واحد لم يأثم الآخرين. بل قال: لو تمالأ عليه الناس ولم يأخذه ومات قتل به، إذا لم يعطوا يعني، أو طلبت الدية. أفرض مثلا طفل صغير ضاع من أبويه مثلا، لأنه الآن نحن الأصل أن نحسن ظن نقول ضاع من أبويه، لأنه بعد يأتي الأحكام إذا كان هو تعمد أن يضيعه أو ضاع منه وتركه الناس حتى مات، وهم الناس يستطيعون أن يأخذوه، فإنهم في الشرع أنهم يقتلون به. وإذا طلب أبوه الدية منهم يعطوه الدية، يعني إذا تنازل على القصاص وطلب الدية فإنهم يعطوه الدية. لذلك المسائل تحطه في الشرع، واحد مثلا فات على أكسيدو وهو ما كانش حتى ناس قايمين بها، ويمر مرور الكرام ما يحبس لهمش ويموتك الشخص هذاك اللي فيها أروى أو في رقبته، لا يظن أن الأمر أنه هين ولا شيء، ولا أنت يقول لك راني خاطي، شكون اللي قال لك خاطي؟ بل أنت مسؤول على هذه المسألة. لذلك قال: ويجب على الكفاية لقط الطفل المنبوذ، فلو تركه المسلمون متمالعين على تركه قتلوا به، وإلا وجب عليهم الدية. نعم. وكذلك حضانته إن لم يعطن إلى الفيء ولم يكن له مال، يعني وكذلك حضانته واجبة على من التقطه. متى؟ إذا لم يكن، إذا لم يعط من الفيء، إذا الدولة ما درت له الشهرية مثلا باش دار يتصرف عليه، أو لم يكن له مال كهبة أو غيرها، أو مثلا وجدوا الولد وجدوا معاه مثلا أموال، مثلا وجدوا معه أموال، أو كاين الناس تتصدق عليه، فإنه في ذلك فإنه يستطيع أن ينفق عليه مما وهب له. وإذا لم تكن له هبة ولم يكن له مال فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، لأنه إنسان. نعم. وللملتقط الرجوع على أبيه بما أنفقه إن طرحه عنه. نعم، وللملتقط الرجوع على أبيه بما أنفقه على اللقيط، يعني إن طرحه عمد أبوه عمدا، وإن لم يطرحه أبوه عمدا لا يرجع عليه، هو واجب عليه. أحيانا الواحد ممكن يربي واحد ويبدأ يقول له أنا وتعبت عليك، قلت له واجب عليك بما أنه عندك وأصبح واجب عليك، أي بلا مزيدك، لا ما تظنش أنه أنت واجب عليك كان ولدك برك اللي ولدتي، لا بما أنه خلاص أنت التقطته أخذته وكذا أصبح من واجباتك. إذا لم يكن له مال، إذا عنده مال وصف عليه بالمال تاعه، لم يكن له مال فإنه واجب عليك. وهكذا قد أكملنا هذا، لكن بعض الأحكام فقط على اللقيط. واللقيط حر وولاؤه للمسلمين، ولا يجوز مثلا الناس الذي تأتي مثلا من دور أيتام في الأولاد ثم ينسبونهم على أباء على عليهم وكذا، صح ممكن تكون فيه مسائل أنه من أجل أنه لا أنه الأولاد ما يضحكوش عليه ولا ما يلعبوش به، هذه مسألة، لكن يكون هو على بالوش ولا أقرب الناس اللي على بالهمش، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لا يصلح له أنه يضع، خاصة الناس التي لا تلد كذا وتسحقه يكون هو وريثه هو كذا، هذا لا يصلح. يجب أن يعلم هو إذا كبر ويستطيع أن يتحمل مسؤولية سماع هذه الأشياء، فإنه يقال له أن أنت لست ابن فلان وفلان، وحتى يعرف أنه ولاؤه للمسلمين، أو يعرف أن من هو أبوه إذا استطاع ذلك. قال أيضا: وادعوهم لآبائهم. قال: ويحكم للقيط بالإسلام إذا وجد في أرض المسلمين، ويحكم إلى يعني في قرى مسلمة، ويحكم بالشرك إذا وجد في قرى مشركين يعني كفار، لأن ما نقولش أنا أرض الإسلام لأنه ممكن يكون الكفار هذو ذميين، سواء وجده مسلم أو وجده كافر، يعني الذي يلتقط ليس هو الذي يحكم بإسلام الشخص أو غيره. قال: ومن التقط لقيط ينبغي أن يشهد عليه عند التقاطه أنه وجده، وليس للعبد التقاط بغير إذن سيده، ونحن العبيد هوا ما عندناش. وهكذا والحمد لله عز وجل قد أكملنا كتاب البيوع، وإن شاء الله بقي لنا باب في القضاء والشهادات، وبعدها تأتينا أيضا الفرائض
الفرائض لأنه تركها في الأخير، وإلا وهي في الأصل أنها تابعة لفقه الأسرة، وبعد ذلك تأتي التزكية وغيرها من المسائل العامة، وتزكية وأداب وأخلاق. حقيقة الأبواب الأخيرة جيدة جدا، وتحتاج أن الناس ممكن أن يدرسوها مرة بعد مرة. ونظن نحن نتوقف عند هذا، وممكن نقرأ فك الرسالة ذيك اللي عندنا، أو إذا قبل ما نبدأ في الرسالة إذا واحد عنده أسئلة ولا شيء تفضل يعني. طلعتوا الشيخ عنده، هل عندكم أسئلة؟ وين وصلنا حمدان الشيخ؟ أنا قلنا الزهيدة التي ليس لها بال أنها لا تعرف ولا يحسب لها حساب أصلا. مع الشبه والله، والحقيقة هذه خارج على المذهب، لأن الحقيقة ما دريتش المذهب ماذا يقول فيه، لكن علماء كثيرين يقول لك الأولى هذه الأشياء الصغيرة أنك تتصدق بها، يعني أنك لا تأخذها، والظاهر يعني حتى لا تكون نفسك عليها تولي تتوالف، ونفسك تولي تتشوف الأشياء التي أكبر منها. وطبعا الهبة هذه عندها ثلاث حالات: أنها واجبة، وأنها محرمة، وأنها مكروهة. واجبة متى؟ إذا كان خاف على الشيء الذي أنه يضيع، أو أنه يأخذه السراق أو غيرها، فإنه واجب عليه أن يلتقطه. نقطة مش الهبة. لا لا أخطأ. نعم هي النقطة، نقطة أنه لديها ثلاثة أحكام، بارك الله فيك الشيخ، أنه لها ثلاثة أحكام: أنها تكون واجبة أن يلتقطها، متى؟ إذا خاف على أنه إذا لم يلتقطها ممكن أن يأخذها من لا يصون الأمانة. الثانية المحرمة، إذا كنت يعرف من نفسه وجرب نفسه أنه إذا أخذها سوف يستعملها، فإنه لا يجوز له أن يأخذها. ويكره إذا كان لا يعلم من نفسه هل سوف يحافظ على الأمانة أو لا، فإنه يكره أن يأخذ تلك اللقطة أو اللقطة. نعم.